عمرو أديب بيثير الجدل في مصر حول غلاء الأسعار وتصريحات جديدة، ونعرف مع بعض التفاصيل. وعاجل في سباق جيوش العالم، أمريكا تتصدر عالميا ومصر الأقوى بالشرق الأوسط، بننشر التفاصيل في الفيديو. وأسعار الذهب في مصر بترتفع لأسعار جنونية منذ قليل، ننشر التفاصيل. ونبأ عاجل منذ قليل عن الإخوان راشد الغنوشي، وبيان عاجل من الأرصاد المصرية لكل المصريين منذ قليل، وننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعمرو أديب بيثير الجدل من جديد في مصر حول غلاء الأسعار. ورد الإعلامي المصري عمرو أديب على الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته في حلقة الاثنين بشأن ارتفاع الأسعار. وكتب أديب على صفحته على تويتر: في نفس الحلقة اتكلمت عن ازاي الناس تشتري الأرخص وتختار المحلات اللي بتبيع الأساسيات الثابتة من غير زيادة، واتكلمت عن دور الدولة في ضرب الاحتكارات، وما كان موضوع البيض الأورجانيك إلا انتقاد للناس اللي محبكاها قوي وتشتكي من أشياء تافهة. وتابع: ثواني، والجزيرة مصر سابت ساعة الكلام واشتغلت على البيض والبسطرمة، اجتزاء وترصد كالعادة اتعودت عليه. المهم الفيديوهات موجودة، وياريت الناس تبطل ثقافة الهاشتاج. وفي النهاية رسالة واحدة: الأيام اللي جاية صعبة. وأديب قال: واتكلمت عن إزازة الزيت بكام، وعلبة اللبن حالها ايه، والجبنة المثلثات نعمل معاها ايه، والسمنة نتصرف معاها ازاي. انما ثقافة التفاهة والترصد المستمر، وطبعا انا خبير وقديم ومش مصدق اني بكتب وبحكي والفيديوهات موجودة، ولكن هذا عملي وهذا وطني وهذا قدري. المصدر معنا كان من وسائل اعلام مصرية. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. عاوز اعرف رأي حضراتكم في ما قاله الاعلامي عمرو اديب في التصريحات الجديدة، وده كان رده على يعني تصريحاته القديمة وما تم عليه. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل في سباق الجيوش العالم، أمريكا تتصدر عالميا ومصر الأقوى بالشرق الأوسط. وحافظت أمريكا على صدارة قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف Global Firepower لعام 2022، متقدمة على روسيا، فيما تصدرت مصر الترتيب الإقليمي لدول الشرق الأوسط، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 7 عربيا و36 عالميا. ومنذ عام 2006 يقدم موقع جلوبال فاير باور بشكل سنوي عرضا تحليليا فريدا للبيانات المتعلقة ب 140 قوة عسكرية حول العالم، ويقيم القدرة المحتملة لكل دولة إذا كان برا أو بحرا أو جوا، استنادا لوسائل القوة التقليدية بداية من القوة البشرية إلى المعدات والتمويل. ويستخدم التصنيف أكثر من 50 عاملا لتحديد ترتيب 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، على أن تكون الدرجة المثالية هي 0.000. وكلما كانت درجة الدولة أقرب لهذا الرقم، كلما كان دليلا على قوتها العسكرية. أمريكا احتلت المرتبة الأولى، وروسيا المرتبة الثانية، ثم الصين، ثم الهند. وموقع جلوبال فاير باور قال إنه إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه ستصبح الخصم العسكري العالمي الرئيسي لأمريكا. واحتلت الهند زي ما قلت لحضراتكم المرتبة الرابعة، متقدمة على اليابان صاحبة المرتبة الخامسة، وكوريا الجنوبية السادسة، فيما جاءت فرنسا في المركز السابع، يليها بريطانيا. في الشرق الأوسط تصدرت مصر القوة بالمنطقة بعد أن احتلت المرتبة الـ12 عالميا، وحازت على درجة 0.1869 درجة بعد أن كانت في المركز الـ13 عالميا، والثاني بالشرق الأوسط في التصنيف العام الماضي. تركيا جاءت في المرتبة الثانية بين قوة في الشرق الأوسط و13 عالميا بدرجة 0.1961، متراجعة مركزين مقارنة بتصنيف عام 2021.
وإيران في المرتبة الثالثة، وكان الصهيوني في المرتبة ال 18 والسعودية في المرتبة ال 20، ولبنان في أواخر قوى المنطقة وهي تأتي في المرتبة ال 114 عالميا من أصل 140 دولة. المصدر معانا كان من صحيفة العين الإخبارية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأسعار الذهب في مصر ترتفع لأسعار جنونية منذ قليل، وننشر التفاصيل. سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا وصلت معه إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي بسبب ارتفاعه عالميا متأثرا بما يحدث في الشرق. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية إن جرام الذهب زاد 13 جنيه دفعة واحدة بسبب ارتفاعه في البورصات العالمية. وعن تلك الزيادة قال نجيب سعر الجرام الحالي أعلى مستوى خلال العام الحالي. يشار إلى أن سعر الذهب عالميا شهد ارتفاعا وصل إلى 2007 دولار للأوقية. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات أمس داخل الأسواق المحلية نحو 1009 جنيه أي 64.9 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 756 جنيه 60 قرش يعني 48.7 دولارا. المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ونبأ عاجل جدا على الإخوان راشد الغنوشي في تونس. وأفادت وسائل إعلامية بأن السلطات في تونس أحالت زعيم الإخوان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق أمام الوحدة المركزية للأبحاث في الحرس الوطني. وحسب قناة الميادين فإن التحقيق مع الغنوشي يتم على خلفية قضية رفعت ضده بعد أن قال على عناصر الأمن الطواغي. في وقت سابق قدمت الأمانة العامة لقوات الأمن في تونس شكوى رسمية للقضاء ضد زعيم الإخوان راشد الغنوشي بعد أن قال هذه الكلمة. وكان الغنوشي قال في تصريحات خلال حضوره جنازة عضو بحركة النهضة كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا، وتابع كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت. أفادت مصادر تونسية بأن الوحدة المركزية للأبحاث التابعة لفرقة الحرس الوطني بتونس استمعت إلى أقوال الغنوشي بعد الشكوى المقدمة ضده. ويأتي استدعاء الغنوشي للتحقيق بعد خضوعه لتحقيق آخر بشأن فساد حركة النهضة الإخواني وضلوعها في أعمال في تونس. والمصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الأرصاد لكل المصريين. ونشرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر آخر صور الأقمار الصناعية حول حالة الطقس اليوم تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح، بيصاحبها سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة. وبحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد فإنه من المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على مطروح والسلوم مع تقدم ساعات النهار لتكون غزيرة أحيانا، كما متوقع أن تتقدم السحب الممطرة مع تقدم الوقت لتشمل جميع السواحل الغربية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء. تشهد الأحوال الجوية اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بيصحب وجود فرص لسقوط الأمطار بعدة مناطق. بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس اليوم يكون دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد. ويكون الطقس اليوم خلال ساعات الليل شديد البرودة على جميع الأنحاء، تصاحبها أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب مصر على فترات متقطعة. هنقول درجات الحرارة مع بعض اليوم على جميع الأنحاء الجمهورية: القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 10، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11،
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11، جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 16. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وفي خبر عاجل، السيدة انتصار السيسي بتكرم المصريات، ونعرف مع بعض التفاصيل. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كرمت السيدة المصرية الأولى انتصار السيسي عددا من السيدات المؤثرات في المجتمع المصري. وخلال احتفالية أيقونة المرأة المصرية التي أقيم بمناسبة يوم المرأة العالمي، كرمت السيدة انتصار السيسي عددا من النساء وهن اسم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، إحدى رائدات العمل الخيري في مصر ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، وتسلمت الجائزة بدلا عنها ابنتها ردينا ياسين محمد بسيوني، واسم الراحلة علا لطفي غبورة التي كرست حياتها للعمل الخيري وتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأورام، وتم افتتاح مستشفى 57-357. كما أسست جمعية أصدقاء معهد الأورام وتسلمتها عنها ابنتها. أنيسة حسون الرئيسة التنفيذية لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، وهي كاتبة وباحثة سياسية وتعد من أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية. ليلى هاني سالم عضو مجلس الأمناء لمستشفى بهية التي تعالج السيدات اللواتي يعانين من سرطان الثدي بالمجان، ومدافعة نشطة عن حقوق الحيوان. والفنانة رجاء حسين واحدة من أفضل فنانات مصر، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت 180 عملا ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد واحدة من أعلام الكتاب الصحفيين المصريين، وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف الجيش، وعضو الهيئة القومية للصحافة. وديانا سعد جرجس مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الفني والثقافي في مصر، وتوفير بيئة آمنة لهم وفرص مشاركة فنية. والمخرجة إنعام محمد علي إحدى أبرز مخرجات جيلها، حيث تم تكريمها لدورها البارز في التعبير عن القضايا المختلفة على الشاشة، فضلا عن تكريم أمل الزناتي أحمد إحدى الشخصيات النسائية الملهمة التي سطرت صورة من الكفاح وتعمل في صيانة الجرارات وحققت فيها نجاحا لافتا، والإعلامية سهير شلبي التي قضت فترة طويلة في التلفزيون المصري وقدمت الكثير من الأعمال التي تركت أثرا. تهاني عزت رئيس جمعية الملاك الصغير، وفاتن صلاح الدين حسن والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا أيمن جودة، وسهير عبد القادر مصطفى، والدكتورة زينب علي، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون يعني قلت لحضراتكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.